والسلام عليك يا مولاي. تخطى مقام الحسين عليه السلام سائر مقامات الأنبياء عليهم السلام عدا النبي محمد صلى الله عليه وآله، فهو مضافاً لكونه جمع كمالاتهم وملكاتهم وتحلى بسجاياهم وبكرم أخلاقهم وحمل الأعباء التي أنيطت بهم، فإن الله عز وجل أكرمه، فهو أحظى وأكرم عند الله من جميع الأنبياء عليهم السلام. لذلك ثبت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فالجنة لا تختص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، بل يدخلها الأنبياء، وفيهم الأوصياء، وفيهم الأصفياء، وفيهم الأبرار والأخيار والأتقياء من الأولين والآخرين، والحسين سيدهم. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. اختص الله تعالى آدم من بين الأنبياء بأوصياء 9 من ذريته، وجعل تاسعهم نوحاً صاحب العمر الطويل أعجوبة الأولين، ادخره لإهلاك الظالمين منهم في أول الزمان بالطوفان وأسكنه الكوفة. وكذلك رزق الحسين عليه السلام 9 حجج وأئمة هدى من ذريته، تاسعهم المهدي صاحب العمر الطويل وأعجوبة الآخرين، ادخره الله تعالى ليهلك المنحرفين على يده في آخر الزمان. وقدر الله تعالى له أن يسكن الكوفة وتكون عاصمة دولته في آخر الزمان. لذلك فالحسين نظير فريد لآدم والحجج 9 من ذريته وارثي علمه وإمامته، وبالخصوص 9 من ولده الذي سيهلك الله الظالمين على يده. بذلك جدد الله تعالى صفة آدم الرسالية التاريخية الهادية في الحسين، فصار وارثاً له، وصار الحسين بالحجج 9 يذكرنا بآدم والتسعة الهداة من ذريته. صلى الله عليك يا وارث آدم صفوة الله.